والآن مع كلمة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فنحن في شهر عظيم مليء بأيام وليالي عظيمة، منها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ونسأل الله العلي العظيم أن يبلغنا إياها وأن يوفقنا لها. ومنها يوم بدر ويوم الفتح ويوم العاشر من رمضان. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة نقف لنتعلم بعض الدروس من يوم بدر، ونلخصها في ثلاثة دروس. الأول، تصحيح مفهوم شاع بين الناس، وتصحيحه من الأهمية بمكان. لم يستخدم القرآن الكريم ولم يعبر في أي آية منه بلفظ غزوة أو بمصطلح غزوة، وإنما عبر بيوم بدر عما كان في بدر، فقال الذي سماه الحق سبحانه في كتابه العزيز بيوم الفرقان، فقال سبحانه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وسمي بيوم الفرقان لأنه كان يوما فارقا بين الحق والباطل. وفي يوم حنين يقول الحق سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا حتى إذا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت. يوم حنين يوم الفرقان لم يأتي في القرآن الكريم مرة واحدة لفظ غزوة. إذا فهمنا ذلك وطبقناه في يوم بدر، من الذي كان معتديا ومن الذي كان مهاجما ومن الذي كان مدافعا؟ أهل مكة من الكفار والمشركين هم الذين، لو كان المصطلح مصطلح غزوة فالكفار هم الذين غزوا المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في موقف المدافع عن الدين والدولة والأرض والعرض. وكذلك في يوم أحد وفي يوم الأحزاب، ولم تكن هناك معركة واحدة أو لم يكن هناك يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان المسلمون أهل اعتداء على أحد. وكل أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكل الحروب التي خاضها المسلمون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إما لرد عدوان أو لدفع اعتداء أو لوأد خيانة أو تآمر أو لنقض عهد. حتى في فتح مكة كان أهل مكة هم الذين نقضوا العهد. ولذا نقول لا كلام بعد نص القرآن الكريم ولا تسمية بعد تسمية القرآن الكريم، وعلينا أن نسمي الأشياء بأسمائها ومسمياتها الحقيقية كما سماها القرآن الكريم. فنقول يوم بدر، يوم أحد، يوم الخندق، يوم حنين، لأن الغزو مصطلح الغزو يشعر بالاعتداء، ولم يكن المسلمون أبدا معتدين أبدا، وإنما كانوا في موقف الحرب الدفاعية عن دينهم ودولتهم ووطنهم وأموالهم وأنفسهم وكرامتهم. هذا هو الجانب الأول.
الجانب الثاني ويدعم هذا أيضا، يقول الحق سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن حتى في هذه الآية لم يقل أذن الله، وجاء التعبير بالبناء للمجهول أذن، ولم يأتي بالبناء للمعلوم. لماذا؟ حتى يحتاط في الأمر فلا يصرف لا في الحرب ولا في القتل، حتى يكون على قدر الدفاع. أذن عندما يقول لك يعني ولله المثل الأعلى: أذن لي فلان، فلو قلت أذن لك فلان ربما أعطيت الأمر قوة. يقول لك أذن، من الذي أذن؟ يقول لك أذن. فكلمة البناء للمجهول توحي بالتضعيف، أي أن تأخذ الإذن في أدنى درجاته وعلى قدر الضرورة، ليحتاط في الأمر فلا يصرف في القتال. أذن ليؤخذ الأمر على أدنى درجاته. أذن لمن؟ لم يقل أذن للمسلمين، ولا أذن للمؤمنين، ولا حتى أذن للذين يؤذون. أذن للذين يقاتلون، أي أن العدو هو المبتدئ بالقتال. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوصون قوادهم أن يتريسوا فلا يبدأوا بقتال، فإذا ما ابتدأ العدو بالقتال بدأوا هم بالدفاع عن أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالإسلام ليس دين اعتداء، لأن بعض من ضخموا أمر الغزوات والفتوحات أظهروا المسلمين وكأنهم قوم غزاة جاءوا طامعين فيما عند الآخرين، مع أن الإسلام جاء للدفاع عن أهله وللدفاع عن الدولة وللدفاع عن العرض وعن الكرامة، لكنه قد يكون دفاعا حقيقيا وقد يكون دفاعا متقدما. إذا ما أحس المسلمون بخطر كان عليهم أن يحموا دولتهم من الخطر، فإذا ما فرض عليهم القتال وأصبح واجبا عليهم أن يدافعوا عن دينهم ووطنهم وأرضهم وعرضهم، هنا لا يمكن لأحد أن يتأخر أبدا، بل عليهم أن يدفعوا أو أن يدافعوا بأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، حيث يقول الحق سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. في غزوة بدر لما فرض عليهم القتال ماذا كان منهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم فأحسن، وقام سيدنا عمر فتكلم فأحسن، وكلما تكلم واحد من المهاجرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. لأن الأنصار كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ما دام في المدينة، وكان النبي سيخرج إلى كيلومترات يسيرة لملاقات العدو، فأراد أن يسمع منهم هل سيخرجون معه، حتى قام سيدنا سعد بن معاذ سيدنا سعد وقال: يا رسول الله كأنك تعنينا. قال: نعم. قال: والله يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، يا رسول الله امضي لما أمرك الله، فوالله إنا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. سعد بن معاذ كافأه الله أن الله أعطاه ميزة لم تعطى ولن تعطى لأحد إلى يوم القيامة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، أعطوا فأعطاهم الله. ثم قام المقداد بن عمرو قال: يا رسول الله امضي لما أمرك الله به، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى:
اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، والله لو خط بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منها رجل واحد. هل انتهى الأمر؟ هل انتهت المعركة؟ ربما بعض الجالسين أو السامعين أو المشاهدين يقول لو كنت على عهد رسول الله لكنت كسعد بن معاذ أو كالمقدام بن عداد بن عمرو أو غيرهم. لا، الأمر باق والامتحان باق والصراع باق في يومنا هذا، وإلى أن تقوم الساعة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نسأل الله أن يكون من هؤلاء الذين قال الله فيهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. العطاء للدين قائم إلى يوم القيامة، العطاء للوطن قائم إلى يوم القيامة. نصرة الدين ليست بالكلام، ليست بالكلام. كلنا نحب الإسلام وكلنا نحب ديننا وكلنا يحب وطنه، لكن بعض الناس يريد للدين أن ينتصر وللوطن أن يتقدم دون أن يضحي هو لا بشيء من نفسه ولا بشيء من ماله ولا بشيء من جهده ولا بشيء من ولده، لينتصر الإسلام بعيدا عنه وليرقى الوطن بعيدا عنه. ما هكذا يا سعد طواد الإبل، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله أن يكون منهم وأن يرزقنا حسن الفهم وحسن الفقه لديننا. وكل عام وأنتم جميعا وجميع المشاهدين والسامعين وكل شعب مصر وكل الأمة العربية والإسلامية وكل الإنسانية بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.